مشاهدينا الكرام، حنا كنتواجدوا دابا حاليا المستشفى الامراض العقليه اللي كما كتشوفوا معنا هذه الفضيحه الكبرى اللي كيتواجد بها مستشفى الامراض العقليه في مدينه الجديده. كما كتشوفوا الكثير من الازبال والمرضى كيعانيوا بسبب هذه الروائح الكريهه اللي كما كتشوف معنا في هذا البث المباشر. شوف الحاله كي دايره، يعني حاله كارثيه كيعانيوا منها المرضى امراض العقليه. حنا مازال انا معكم وغادي نوريكم. شوف الحاله كي دايره، شوف يعني حال الله. شوف حنا داخلين انا نوريكم الناس الامراض العقليه اللي كيجيبوهم والديهم باش انهم شوف فين كيفين كيمشيو وفين الرائحه اللي كي الاكسجين اللي خاصهم يشموا. شوفوا الحاله كي دايره. شوف حنا مازال غادي نوريكم باش الناس اللي كيقولوا لهم هاد الناس مسؤولين ديال المستشفى الامراض العقليه بمدينه جديده كيقولوا لهم حق النوامس ما كاينينش، حق الفراش ما كاينش، حق الغطا ما كاينش، حق الكادر ديال الناموسيه ما كاينش، حق الماتريال ما كاينش باش تخدموا. انا غادي نوريكم المعدات فين خازنينهم وكيكذبوا على الناس كيقول لهم راه ما كاينش المعدات ما كاين حتى حاجه. بقاو معايا. شوف الحاله كي دايره، شوف الحاله كي دايره. شوف 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 الحاله كي دايره، حاله حزينه. شوف 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 يعني كما كتشوفوا الحاله كي دايره. فهادشي اللي كتشوفوا معايا المشاهدين الكرام، هادو هما المعدات اللي كاينين في مستشفى الامراض العقليه. كلشي مخزون هنايا، كيقول لك حق الحيط اللي حنايا. شوف النوامس كيبقاو هنا حتى كياكلهم الطوبات وياكلهم الحشرات. شوف الحاله كي دايره. فاين الناس المسؤوله؟ فلا اعلم. فهاد الباب هذا اللي غنطلعوا منه غادي تفاجئوا، غادي تفاجئوا، غادي تفاجئوا بزاف. مشاهدينا الكرام، غادي نحاول نوريكم شو واقع هنايا. النوامس، النوامس اللي كيقولوا الناس ما كاينينش، الحقيقة شنو هي؟ الحقيقة هاي النوامس هما باقيين جداد، النوامس باقيين جداد، باقيين ما مقيوسينش نهائيا. كما كتشوفوا هانت النوامس باقيين جداد. هانت شوف شوف واش هل يعقل هاد النوامس باقيين جداد ما يتعطاوش الناس ديال الأمراض العقلية؟ شوف الحاله كي دايره وكيوهموهم بان النوامس ما كاينينش ومسخين. شوف الكوفرليات، شوف هاهم باقيين جداد. شوف واش هادشي في خبار وزير الصحه؟ شوف شوف الحاله كي دايره. هانت هانت هالكوفرليات، هالكوفرليات وهالحقيقه، هالحقيقه كي دايره. اجي نقول لكم بعدا، الناس اللي كيجيو عندكم كيبغيو باش انهم يقيدوا ولادهم وكيبغيو انهم باش يقيدوا ولادهم، وكتقول لهم لي شومبر ما كاينينش، ما بقاتش بلاصه. وعلاش هاد البلاصه ما تجكاتش؟ علاش هاد البلاصه ما تجكاتش؟ علاش علاش هاد البلاصه ما تجكاتش وتوليو ديروا فيهم الناس الامراض العقليه؟ شوف 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 هانت وزاره الصحه، فمن يتحمل المسؤوليه ديال هاد الشيء هذا؟ ها شوف شوف وزارة الصحة كتوفر لهاد الناس هادو، هاد الناس كيجيو كيخزنو هنا وكيخزنو على الناس والمواطنين الأفرشة وهاد الشيء. شوف الحالة هانت هانت النوامس، هالكادر، هالماري وها كلشي كاين هنا. شوف الحالة كبيرة هانت، هالبيروات كلشي موفر لهم هنايا، كلشي موفر لهم، فمن يتحمل المسؤولية؟ هانت ها لي كادر ديال الناموسيات، ها لي كادر ديال الناموسيات. علاش هادشي ما يعاودش يترمم ويتعاودش يتخدم ويعاود انهم يستافدوا منه؟ شوف 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 الحاله كي دايره. انا بينت لكم الواقع، بينت لكم الواقع المر، الواقع المر بينتو لكم.
شوف 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 لا 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 لا، في هذه بحد ذاتها فضيحة كبرى. شوف شوف شوف، هالناموثيات هالناموثيات الإخوان، ما كنهضرش بزاف على قبل باش أني ما نغوتش. هانت هانت هالمزود هالناموثيات، هانت شوفوا الناموثيات اللي كوفر لي كل شيء موفر هنايا. وعلاش علاش مي يعاودوش انهم يستخدموهم؟ النموذج ديال وزارة الصحة، النموذج ديال وزارة الصحة في المليوحة، النموذج ديال وزارة الصحة في المليوحة. شوف هانت، واش هادشي في خبر سيد العام الإقليم الجديدة؟ شوف الكوفرليات باقيين جداد، المناط باقيين جداد. هانت النموذج ديال وزارة الصحة في المليوحة، أرباياص، والريحة كريهة كريهة للغاية. شوف المعدات، ها المعدات اللي كنقولوا حنا المواطنين ما عندناش، هامه ها في المليوحين. ها المعدات اللي كنقولوا حنا المواطنين ما عندناش، شوف المليوحين، المواطنين ما عندوش فين يبركوا، الناس الامر العقلي في عندوش فين يبركوا. شوف المعدات فين باركي، ها الثلاجه، ها الثلاجه، ها خاصة اللي خدمة. هات شوف البيبان، النوافذ، ها البيروات. هات الحالة، حال الله. اخوان هذه الحاجه اللي بغيت نوريكم، هالميزان باش تعبروا، هالمعدات هما، هالمعدات باش خاصهم يخدموا. شوفوا المليوحين في الكراطن، مليوحين في البلايص، فين في الخردة باش ميستعملوهم. شوف شحال ديال المعدات مليوحين، شوف 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 الحاله كي دايره، شوف الحاله كي دايره في هذه الفضيحه الكبرى ديال المستشفى الامراض العقليه. فاين الدور ديال وزارة الصحة؟ فأين الدور ديال سيد العام الإقليم الجديدة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف الحالة، شوف كي داير، وباش أنهم يدرقوا على هادشي اللي دايرين، حابسين الباب، حابسين الباب باش ميبانش. كنشكر الصديق ديالي اللي عاوني باش انني ندير هاد التحقيق بالزربه. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، كما كتشاهدوا معنا في هذا البث المباشر، وكما شفتوا يعني في هاد اللحظات، في هاد يعني الكارثه اللي واقعه هنايا، هي الكارثه هذه ديال المستشفى الامراض العقليه. لمن اللوازم الصحيه هما خازنينهم هنا، موفرينهمش للمواطنين، موفرينهمش للناس اللي مرض عقليا، لا من الناموسيات، لا من الكوفرليات، لا من الفراش، لا من المعدات الطبيه، لا من البياصات، لا من كل شيء كاين هنايا. شوف حتى من الازبال، شوف حاول توريهم، حتى من الازبال دايرين بهذا المستشفى هذه. فمن يتحمل المسؤوليه في رساله وزاره الصحه باش تدخل في اسرع وقت ممكن، تشوف المسؤولين ديال المدينه هذه راه ما دايرين والو لهذا المستشفى هذه، وهذه رساله السيد العام الاقليم الجديده. فكنتمناو انه يقوم بالدور ديالو ويحاول انه يقاد والترميم هذا المستشفى هذه باش انه يوفر للناس الامراض العقليه. ونتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله، الى اللقاء.